هنا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. السلطان سلطانه والملك ملكه، قل لله الشفاعة جميعا. ولهذا إذا أراد أحد أن ينال الشفاعة فعليه أن يصلح حاله مع الله بإخلاص التوحيد له. ولهذا تأمل السؤال الجميل الذي طرحه أبو هريرة على النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ماذا قال؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها انتبه وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. لاحظ كلمتين، نائلة إن شاء الله هذا الإذن، من لا يشرك بالله شيئا هذه الرضا عن المشفوع له، فلا بد من الإذن ولا بد من الرضا، ولا يرضى الله تبارك وتعالى إلا عن أهل التوحيد. إذن هذا برهان آخر من براهين التوحيد دل عليه قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.